بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، وصلني مقطع فيديو عن اتهام لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها بالفاحشة والعياذ بالله. هناك فئة من الناس تركوا القرآن وتركوا المنطق وتركوا العلم واتبعوا روايات أصلا ليس لها أي أساس من الصحة. أنا أحببت في هذه العجالة أن أطرح سؤالا على كل من يعتقد أن أزواج النبي أو بعض أزواج النبي ارتكبوا الفاحشة والعياذ بالله أو مارسوا أي عمل سيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. أول شيء أحبتي في الله، أنا أريد أن أسأل هذا الشخص وغيره من يصدقه طبعا أو من يتبعه، أسأله سؤالا واحدا. أم المؤمنين عائشة عندما ارتكبت شيئا سيئا أو عملا فاحشا كما تدعون، هل كان النبي يعلم أو لا يعلم؟ هذا السؤال رقم واحد. السؤال رقم اثنين، هل كان الله يعلم أو لا يعلم؟ طيب، لدينا هنا أربعة احتمالات أيها الأحبة. إما أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم هذا الأمر أو يعلمه، إذن احتمالين، إما أنه علم به وسكت أو كان لا يعلم. الاحتمال الثالث أن الله لا يعلم أو أن الله يعلم، يعني لدينا أربعة احتمالات. يعني أنا أحب أن أستخدم هنا لغة المنطق، لأننا إذا اتبعنا الروايات لن نصل إلى شيء لأن معظم الروايات مزورة. سنتبع المنطق، يعني أنا لدي مجموعة كبيرة من الروايات التاريخية يجب أن أخضعها للمنطق العلمي لكي أبني إيماني على العلم، على اليقين، على المنطق. طيب، هل كان النبي لا يعلم بأن إحدى زوجاته دخلت في طريق الفاحشة والعياذ بالله؟ إذا قلنا ذلك فإن هذا اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام واتهام لله سبحانه وتعالى الذي كان ينبئه بأشياء أقل من ذلك. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. يعني كان هناك أحاديث تتم بين النبي وأزواجه وأحاديث بين زوجات النبي، مجرد أحاديث كان الله يخبره فيها. طيب، قضية خطيرة مثل هذه الله لا يخبره؟ إذن من المستحيل أن النبي لم يكن يعلم بناء على هذا التحليل. طيب، إذا قلنا إن النبي كان يعلم ولكنه سكت فهذه كارثة كبرى. النبي لا يمكن أن يرضى بالفاحشة لغيره، أي يرضاها في أهله. إذن كلا الاحتمالين مستبعدان تماما، يعني مستحيل أن تقع أم المؤمنين في الفاحشة إلا إذا كان النبي جاهلا لا يعلم، أو كان النبي يعلم وسكت، وكلاهما كارثة. إذن هذا احتمالين مستبعدان. طيب، هل الله يعلم أو لا يعلم؟ إذا قلنا إن الله لا يعلم فهذه كارثة. هذا اتهام لله بعدم العلم والجهل والعياذ بالله، وهذا كفر. يعني أنت خرجت عن الإسلام عندما تقول إن الله لا يعلم. طيب، الله يعلم؟ نعم الله يعلم. طيب، لماذا سماها أم المؤمنين؟ نحن نعلم في قصة سيدنا لوط وسيدنا نوح عليهما السلام عندما ضرب الله مثلا قال: كانتا عن امرأة لوط وامرأة نوح، كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. إذن من يرتكب جريمة الكفر أو الفاحشة أو غير ذلك الله يخبر عنه، الله يخبر
عن هذا الأمر، لأن هذا نبي، يعني شخصية عامة كما نقول بلغة اليوم، يعني هذا نبي، هذا النبي الكريم. يعني أي قضية تمسه هي قضية عامة، فلا يمكن للقرآن أن يسكت عن قضية مثل هذه، يجب أن يتحدث عنها. طيب، أم المؤمنين ترتكب الفاحشة والعياذ بالله، ثم يقول الله في حقها وأزواجه أمهاتهم، يسميها أما للمؤمنين. يا أخي والله يعني عيب على من يدعي هذا الادعاء، وعيب على من يشجعه ويقتنع بكلامي. أنت لا تتهم زوجة النبي، أنت تتهم الله سبحانه وتعالى. لذلك أخي الحبيب، أنا بخاصة أصحاب المذاهب التي قامت على الروايات فقط، نصيحتي استخدموا العقل والمنطق، ولا تتبع الروايات، لأن هذه الروايات كتبت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بمئات السنين. ليس لدينا نص اليوم تاريخي يعود إلى زمن النبي أو ما بعده بمئة سنة إلا القرآن، كلها كتبت بعد 100 سنة أو 200 سنة أو أكثر حتى. لذلك لا تسلم مصيرك لروايات غير منطقية، استخدم العقل فقط. يعني منطقيا هذا النبي الكريم إذا فعلا إحدى زوجاته ارتكبت عمل محرم وعمل كبير عند الله، عظيم عند الله، ثم الله يسميها أما للمؤمنين، أنت تتهم الله بالجهل وعدم العلم، وكأن الله لا يعلم. لذلك أحبتي في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعلنا نحسن الظن بالمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. بعض الظن إثم، البعض يعني ممكن 1% يكون إثم، فأمرك أن تجتنب 99%، تجتنبه تماما لكي لا تقع في مثل هذه المحظورات. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.